السلام عليكم. يا هلا والله، مرحب بالغالين. يقولون اللي يبي الزين يتعب عليه. انتظمنا بالري وانتظمنا بالتسميد، اخذنا النتيجة الطيبة، قوة ازهار وقوة نمو. عندنا اليوم شجرة او متسلقة تيكوماريا، طبعا ازهارة تجي باللون هذا الاورنجي، ويجي منه ازهار حمراء، ويجي منه الازهار الصفراء، لكن الغالب الازهار هذه اللون هذا هو المشهور بالمشاتل، اللون الاورنجي. ازهار جرسيه طبعا خضراء طول فتره السنه، نادر ما تصاب بالامراض او تصاب بالاصابات الفطريه. اوراقه ريشيه جميله جدا، خضاره مناسب جدا لزراعه الحدائق المنزليه، ممكن نسويها سياج مثل ما سويناها هنا على الجلسه. زرعنا بين الشتله والشتله قرابه 3 متر، عرقت وصكت عندنا السياج كامل.